الأصل الذي استخرجه الحافظ ابن حجر من السنة على جواز عمل المولد كما نقل عنه الحافظ السيوطي في كتابه الحاوي للفتاوي. الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني يتبالون تلك عالم بخاري يتبالون صحيح البخاري شرح هذا الربو تلك حافظ أشتو عند فقهم فقيه عند قوام قوام عند عدم ينقى قوام قام تلك كتنا براتشو حافظ نبرو بزمن أشتو أمير المؤمنين في الحديث يبالوا ينبرو يزمنوا يمؤمنوك أمير وحديث قد إليه يمؤمنوك أمير ينبال كذر سيامنا لقب يما أرد سمية سنتأتشو تلك حافظ أتشو الحافظ ابن حجر العسقلاني يبال أني حافظ من السنة النبوية كنبي عليه الصلاة والسلام سنة كحديث أتشو وست كنقر أتشو ويمكن تكبار أتشو وست على جواز عمل المولد مولد يتفقد لهنا مولد أكبر فقود لهنا يوصلت ويمدمو يعوطت من رجاء كما نقل عنه الحافظ السيوطي الحافظ السيوطي في كتابه الحاوي من فتاوي بتبالو كتابة لي با فوليوم أند لي أندن فوليوم كقدس أند متو سماني أستين جمرو أسكا أند متو أنا سبات تبالو لي ያለው ኢንሻአላህ እና ነሰለ ይሄ ነገር የመውሊድ ማክበር ጉዳይ ዝም ብሎ ተራ ማህይም ሰዎች ብቻ ዝም ብለው የሚያወሩበት ጉዳይ ሳይሆን ዑለማዎቹ ፈትዋ ሰጥተው ያለፉበት ጉዳይ ነው يعني ዑለማዎቹ ትልልቆቹ ሐፊዞቹ ፉቃሃዎቹ ሙሐዲሶቹ ፈትዋ ሰጥተውበት ጉዳዩ ማንኛውም ሰው በራሱ ግምት መሄድበት ጉዳይ ሳይሆን የዑለማ ፈትዋ ያለበት يعلماء فتوى كالبتا نقول لك كتراه سوء يملك عامة المسلمين يتبقوا نقر يعلماء وشن فتوى سمته ما تكبر الله سبحانه وتعالى من الدنيا لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يما التوقفون أتشو يعلم بالبيتوش تطيقوا بلو الله يعلم بالبيتوش بزيقوا لا تطيقوا إهما حديثاوي من جال لو أصل لو مسرة لو ለፍቁድነቱ ማስረጃ አለው ብለው የገለጹት ነገር ስለነ የነሱ ፈትዋ ይዘን እንሰራበታለን ማለት ነው። الحافظ ابن حجر يتقصد منج مندنو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يذكبت له قال منال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه نبينا عليه الصلاه والسلام ودى مدينة يمدو جزيان رسول عليه الصلاة والسلام ودى مدينة سنته وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء أي هدو جن عاشوراء كان سيصوموا أغنوا أجن نبي أجل عليه الصلاة والسلام مدينة أسئلة بروت أي هدو جن يا عاشوراء كان سيصوموا أغنوا أجن عاشوراء مالت يمحرم وأسرن وكأن مالت فسئلوا عن ذلك لمن النوم تصوم التبلو تطيق أي برجو فقالوا هو اليوم الذي أظهر الله موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصوم تعظيما له بلوم البصوم إيك أنكو الله سبحانه وتعالى موسى لنا بنو إسرائيل دل أكداجته نجاوتته من يتفبت فرعون يتفبت كأن يعني الله تعالى موسى لنا عليه السلام عندهم بنو إسرائيل مؤمنون بفرعون لا يدل عندك لا جوية للرقبات الساتشو كمؤمنون شهادنا وفرعون يتفبت كأن يهي عاشوراء كأن ونحن نصومه تعظيما تعظيما له أرجو أن يأينا كأن من صومه أنت لك أنس لهنا كبر يعني لو كأنس لهنا
አክብረነ ነው ነው መንጾሙ አላቸው። ወናሕ ነሱሙሁ ተዕዚመ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم نحن اولى بموسى አላቸው። ለሙሳ ማገቦቹ ቆኛል ከናንተ ይበልጥ እናንተ በውሸት ነው እንትሳብ መታረቁት ዑዘይርን ያአላህ ልጅ ነው ያላችሁ ሌላ ሌላም ኩፍር ላይ ይወደቃችሁ ነው ሙሳን እንወዳለን እንትሩት እኛ ግን ዲኑ ላይ ነው ያለነው በሰይዱና ሙሳ ዲን ላይ ነው ያለነው ሙስሊሞች ነን ቅርቦቹ ለሙሳ እኛ ነን አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ወአመረ ቢሶምሂ አምር እስትህባብ ሰሐቦቻቸውን እንዲጾሙ አደረጉ ራሳቸውን ጾሙ። ይሄ ጾም ሙስተሐብ የሆነ ጾም ፈርድ የሆነ ጾም ሳይሆን ሱና የሆነ ጾም ሙስተሐብ የሆነ ጾም እንዲጾሙ አዘዟቸው። ይህንን ቀን ጾሙት ብለው ነቢዩ አዘዙ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ፈዩስተፋዱ ምን ሃዛ ልሐዲስ ከዚህ ሐዲስ ምንማረው ቁም ነገር ምንድን ነው? ፊዕሉ ሹክሪ ሊላህ ተዓላ ዓላ ማ ተፈضለ ብሂ ፊ የውሚን ሙዐየን ሹክር የሚባለውን ምስጋና የሚባለውን ነገር ማቅረብ ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምስጋናን ማቅረብ የተወደደ እንደሆነ በምን ጉዳይ? ፊ የውሚን ሙዐየንን በተወሰነና በተለየ ቀን ያ ቀን ደግሞ ሚን ሑሱሊ ኒዕመትን ኒዕማ ስላገኘንበት ያንን ቀን ኒዕማ የተገኘበት ቀን ስለሆነ አው ረፍዒ ኒቅመትን ወይም ደግሞ ኒቅማ ሙሲባ ወይም ችግር ከኛ ላይ የተገፈፈበትና የተነሳበት ቀን ስለሆነ ያንን ቀን አስቦ በስያም ማሳለፍ በጾም ማሳለፍ ሙስተሐብ እንደሆነ የተወደደ እንደሆነ ጾም ሊሆን ይችላል፣ ሌላም አይነት ዒባዳ ሊሆን ይችላል። ሹክርን ለማድረስ ምስጋናን ለማቅረብ ያንን ቀን መለየቱ የተሻለ ጥሩ ነገር እንደሆነ ማሳያ ነው። ወዩዓዱ ዛሊከ ፊ ነዚሪ ዛሊከ ልየውም ሚን ኩል ሰነ እንደገና ይህንኑ ዒባዳን ራሱን ደግሞ ወይም ይህንን ሹክር ምስጋናን በዚያው ቀን ያንን በመሰለ ቀን ዓመቱ እንደገና ዞሮ ሲመጣ ያንን መድገም እንደገና የሚቻልና የሚፈቀድ ተግባር እንደሆነ እንማራለን። እዩ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያውቃሉ፣ ሰይዱና ሙሳ መቼ እንደነበሩ ያውቃሉ። ከዒሳ በፊት የነበሩ ነቢይ ናቸው። አይሁዶች ያንን ቀን አክብረነው ነው እንጾመው ሲሉ በዚያው ቀን ላይ አይደለም ሰይዱና ሙሳ ነጃ ያወጡት፣ እነማ ያንን በሚመስል ቀን በአሹራ ቀን ከዓመታት በፊት ሙምኪን ከሺህ ዓመት በላይ ተቆጥሮ ነው። ከዚያ በፊት ነው ለሰይዱና ሙሳ አላህ ኒዕማ የዋለላቸው ያንን ቀን። ስለዚህ ያ ቀን ኒዕማ የተዋለበት ቀን ነውና አላሁ ተዓላን ማመስገን ሹክር ማድረስ በዚያ ቀን፣ እንደገና ዓመቱ ዞሮ ሲመጣ ደግሞ ያንን ሹክር እንደገና መድገም፣ እንደገና ሌላ ዓመት ዞሮ ሲመጣ ያንን ደግሞ መስራት፣ አሁንም ዞሮ ሲመጣ ያንን እንደገና መስራት የሚቻል መሆኑን ከዚህ ሐዲስ እንማራለን። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለኢን ዕሽቱ ኢላ ቃቢሪን ለአሱመነ ታሲዕ ብለው ነበር። እስከሚቀጥለው ዓመት ደግሞ አላህ ካቆየኝ ከኖርኩኝ ዘጠነኛውንም እጾመዋለሁ ብለው ነበረ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ዘጠኝንም አስርን እንዲጾሙ ያ በዚህ ዓመት አድርገውት የነበረውን ነገር እንደገና ዞረው ሊደግሙት ከጭማሪ ጋር ነይተው ነበረ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ይህን ቀን ለምንድን ነው የሚጾሙት? ሊአነሁ የውሙን አንዓመ አላሁ ተዓላ ፊህ ዓላ ሙሳ ወበኒ እስራኤል። ኒዕማው ለማን የተዋለ ነው? ለሰይዱና ሙሳ ዓለይሂ ሰላም እና ለሙእሚኖቹ ለበኑ እስራኤል ሙስሊሞች ሙእሚኖች የተዋለላቸው ኒዕማ የተዋለበት ቀን ነው ዓሹራ። አይሁዶቹ ለምንድን ነው የምንጾሙ ያሉት? ነሱሙሁ ተዕዚመን ለሁ ቀኑን አክብረነውና አልቀነው ነው የምንጾሙ ትልቅ ቀን ስለሆነ አላህን ለማመስገን ብለን። ታዲያ እኛም አንድን ኒዕማ ያገኘንበትን ቀን አላህን ሹክር ብናደርስበት የዚያን ቀን እንደገና ዓመቱ ዞሮ ሲመጣ እንደገና ደግመን ሹክር ብናደርስ አሁን ዞሮ ሶስተኛ ዓመት ሲመጣ ዓመቱን እየጠበቅን
አላህን የምናመሰግንበትን ጣዓ ወይም ጥሩ ስራ ብንሰራ ከሸሪዓው ጋር የሚገጥም ነው ብለው አልሓፊዝ እብኑ ሐጀር አልዓስቀላኒ ከዚህ ሐዲስ መረጃን ወስደዋል። መውሊድን ማክበር የተፈቀደ ለመሆኑ ማለት ነው። መውሊድና ይሄ ለሰይዱና ሙሳ የተዋለላቸው ነገር ሁለቱም ኒዕማ ነው። ሰይዱና ሙሳ ነጃ ወጥተው ፊርዓውን መጥፋቱ ለሰይዱና ሙሳና ለሙእሚኖች ኒዕማ ነው፣ ጸጋ ነው። ይሄ ኒዕማ በዚህ ቀን ስለተዋለ ብሎ አላህን ማመስገን ጣዓ ነው፣ መልካም ስራ ነው። እንግዲያውስ ሰይዱና ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተወለዱበት ቀን ደግሞ እጅግ በጣም ትልቅ ኒዕማ አላህ ለእኛ የዋለበት ቀን ነው። ይህንን ቀን አላህን እናመሰግነው ጣዓ ለመስራት መሰባሰባችን፣ ልክ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያንን ስራ አይተው ማጽደቃቸው ከእሱ ጋር ተመሳሰለ። ሁለቱም ኒዕማ ነው፣ ሁለቱም ስራዎች፣ ያኛው ጾም ነው፣ ይሄኛው ደግሞ በሌላ አይነት ስራ ሰውን በማብላት ሊሆን ይችላል፣ ሰለዋት በማውረድ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ በጀማዓት ሰብስበን የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲራ የሚላዳቸውን ታሪክ በመስማት ሊሆን ይችላል። በመሳሰሉ ጥሩ ስራዎች ያንን ቀን ተዓዚም ማድረጋችን ሁለቱም ለሹክር የሚደረግ ስራ ነው፣ ሁለቱም ተወዳጅ ነገር ነው ብለው አልሓፊዝ እብኑ ሐጀር አልዓስቀላኒ ይህን መረጃ ወስደዋል ማለት ነው። ወሽክሩ ሊላህ የሕሱሉ ቢአንዋዕ ልዒባዳ፣ አላህን ማመስገን በተለያዩ አይነት የዒባዳ ስራዎች ሊደረግ ይቻላል። ሹክር የሚባለው ነገር ሁል ጊዜ ጾም ብቻ አይደለም፣ ኢነማ ሌሎች አይነቱ የዒባዳ አይነቶች አሉ። ከሱጁድ ለምሳሌ እንደ ሱጁድ ሸሪዓችን ላይ ምን ሚል ሱጁድ አለ? ሱጁዱ ሹክር የሚባል ነገር አለ ዲናችን ላይ አይደል? አንድ ትልቅ ኒዕማ ወቅዕ ያለው ትልቅ የሆነ ኒዕማ የተዋለበት ቀን ላይ ወይም ያንን ኒዕማ ልክ ሲያገኝ ወይም ደግሞ በላ የከበደ በላ ሲነሳለት ሊላሂ ተዓላ ብሎ አላህን ለማመስገን ሱጁድ ማድረግ ሰጅደቱ ሹክር ይባላል። ይህቺ ሰጅዳ የምስጋና ሱጁድ ትባላለች። ይሄ መሽሩዕ ነው። ስለዚህ ምስጋና በተለያዩ መንገዶች ይገለጻል። ከነዚያ መካከል አንዱ ሱጁድ ነው። ወስያም በጾምም እንደዚሁ ይገለጻል ምስጋና። ወሰደቃ እንዲሁም ደግሞ ምጽዋትን በመስጠት ሰደቃ በመስጠትም ወቲላዋ ቁርአንን በመቅራትም ሹክር ማድረስ ይቻላል። ወአዩ ኒዕመትን አዕዘሙ ሚን ኒዕመቲ ብሩዝ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ምን ኒዕማ አለ እንደ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደዚህ ምድር መምጣት የበለጠ ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ ምድር ብቅ ከማለት የበለጠ ምን ኒዕማ ሊገኝ ነው? ሱብሓነላህ። እኛ እኮ አላህን ያወቅነው በነቢዩ ነው ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰላም። ዛሬ እንዲህ አምሮትን መስጂድ ውስጥ የተሰባሰብነው በነቢዩ ነው ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰላም። ስለዚህ የእሳቸው ወደ ዱንያ መምጣትን የመሰለ ምን ኒዕማ አለ? ለዚህ ኒዕማ ብለን ሹክር ለማድረስ ዒባዳ በመስራት ቲላወቱል ቁርአን ሊሆን ይችላል፣ ሰደቃ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች አይነት ስራዎችን በመስራት አላህን ማመስገናችን ዲናችን የሚወደው ተግባር ነው። ይሄ አልሓፊዝ እብኑ ሐጀር አልዓስቀላኒ አስል አለው ለመውሊድ መውሊድን ለማክበር ፍቁድነቱ ከሐዲስ ማስረጃ አለው ወይም ይህንን ቅያስ ማረጊያና ለመረጃነት የሚጠቅም ሐዲስ አለ ብለው የጠቀሱት ያ አይሁዶች አሹራን ቀን ጾሙ ነቢዩ አግኝተዋቸው ማጽደቃቸው እሳቸውም ሰሓቦቻቸውም ጾሙ ብለው ማዘዛቸው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ደግሞ አልአስሉ አለዚ እስተኽረጀሁ አልሓፊዙ ስዩጥዩ ሚነ ሱና ዓላ ጀዋዚ ዓመል ልመውሊድ ፊ ሪሳለትህ ሑስኑ ልመቅሲድ ፊ ዓመል ልመውሊድ። አልሓፊዝ አስዩጢ ጀላሉዲን ዓብዱራሕማን አስዩጢ ይባላሉ። እኚህ ታላቅ ሓፊዝ ናቸው። በመቶዎች የሚቆጠሩ ሙአለፋቶች ያሏቸው ኪታቦችን ያዘጋጁ ናቸው። በጣም ትልቅ ዓሊም ናቸው። አንድም ፈን ሳይቀር ሁሉንም የዲን ዘርፎች ያካለሉ፣ በሐዲሱ ጉዳይ ብዙ ኪታቦችን የጻፉ፣ በዓረብኛው ጉዳይ ብዙ ኪታቦችን የጻፉ፣ በተፍሲሩ ጉዳይ እንደዚሁ
علوم القرآن من لوك القرآن قاتها جنتي ألاتشو علمو جل بسو قداي كتاب صفوال بفيقه قداي كتاب وشن صفوال عندنا علماء وش أسكان بسمة متقوم أزاه وشن أولي أزاه تلاه سبحانه إني بتقام تعلق عالم ناتشو الحافظ عبد الرحمن السيوطي اليوم يا مجتهد النت درجة دار الشهد لو الله سبتني له دمو تحدثا بنعمة الله لو الله مسطي نعمة لمن ناقرنا لما قلت فالدقين وبلو يا اجتهاد درجة دار الشهد وبلو يتناقروا تلق عليه الحافظ عبد الرحمن السيوطي انه دمو حسن المقصد في عمل المولد يميل كتاب الله أنا سيالش كتاب الله حسن المقصد مالك تلوي هنا قصد السابع في عمل المولد مولدا لمسرات مولدا لما أكبر تلوي هنا ملكامي هنا قصد بلو يزعف كتاب الله سنة مولد بزر زربتنا ونيه عالم ماشي نبرو يالفوت بزدئمة أسرع عن هجرة لين نيازاري اللو أنشي أرثمة أربع سوستانية هجرة لين ساتشو يالف بستيمتو أسرع عن هجرة لينا إزاري أمسمتو سلاسة ولد آمات مالت ينبرو إزاري أمسمتو سلاسة ولد آمات ينبرو علي ناتشو يتلان دلنا سوائي لبو وينمو إزاري زمن سوائي لبو سلمول سينقر قدايو علماء وشفتوا يسدتوا فتي أنك ألف قداي انجي أنا لو كنا ميلوت لك بفيقه قداي رخينا فعلو نميلوت نزعل المسألة إلى يتوسن علماء وش يجوز ويمفك أنا ليالوت كفي العلماء وش دمو أي كل كنا ويالوت نجر إلى المولد يمول القداي فتوى تصطبة عابك طول علماء وش جائز عندهنا يزاري سبسمته سبعمته عمت جمره بحكم قداي مولدا يما كبر حكم من لنا وسلم بلا قداي تناقروا وش إني أزاري أبديس حكم لما ناقر سايون إنما يا تناقر ويعرفوا تنحكم لما استلالف من السماء السماء عندي أنا برنامج وش من الناس قاعد جو يا علماء وش تناقر وتنبروا النقر للناس تلالف نونجي أبديس بياني لما استلالف مالك أبديس حكم لما استلالف مالك قدايو يعلق ألا تقول داي سلهونا مالك نعم عندنا سووج بزي قداي لي يراسات جونا سيد مجمرو شلاب وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر ما نمسو قالوا سراس جبا بتا اي ايه نجر بتا لا يمسل يمسل على بتا اها ايه قداي بقى خلاف الله معناته لو تقول له يوصل الى يخالف او سو يا نعيم يخالف نجر بوتا يسطو ما نيو يخالفه لا اها لذي مساله خلاف يانو بلا نزا وسط الناس بقوا معتبر يهون السيهون مجتهدو علماء وجعلو السيهون أو كفيل علماء وجعلو السيهون كفيلو جلمو اندي بلو البلد اندي ربت مجرد ايه قل دا يقل اندالكوا جوفات واتسطو بات يالك اللات قل دينا علماء وجعلو اكابيرو جوفات واتسطو جعرسو ازاري ستماتو امد زاري علم ازاري ستماتو امد اهون من تقصات شو عاني كتابات شو من تقصلات شو عاني اندالكوا جو ازاري امسمتو سلاسة ولد امد يموت علي كان نسبته على مثل من إلى قوله صلى الله عليه وسلم يا نبي عليه الصلاة والسلام نقول ذاك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي رسول عليه الصلاة والسلام ياك أنكو يتولى الكبت كأنه واحد لمو لما جمر أجزي يورد الرين بسوك أنو ما لتاتشو يناس ملكتون السيوطي من رجاء يوصل لما سئل عليه الصلاة والسلام عن سبب صيامه ليوم الاثنين نبياتنا عليه الصلاة والسلام لمن أنه سنيوم كان يمسوا متبلو يمزوا ماتشو لكنيات تطيبوا سنيوم كان لمسوا رسولنا عليه الصلاة والسلام من بلو ملسو ذاك يوم ولدت فيه يعني يا كان ما يتول الكبت كان يكون أول نبي عليه الصلاة والسلام نقري كزي تنستن كزي من نساك
የተወለዱበት ቀን ለካ ክብር የሚገባው ቀን ነው። የተወለዱበት ቀን ነቢያችንም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አክብረውታል፣ አልቀውታል። ለምን ጾሙ ሲባል እንዴ ያ ቀን እኮ የተወለድኩበት ቀን እኮ ነው ብለው ምልከታ ሰጥተዋል። ቀኑ ዓዚም እንደሆነ፣ ትልቅ ቀን እንደሆነ፣ ክቡር ቀን እንደሆነ ማሳየታቸው ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እንደገና ወንዚለ ዓለየ ፊሂ ብለዋል። በዚያው ቀን ደግሞ ወሕይም ለመጀመሪያ ጊዜ ወሕይ የወረደልኝ በእሱ ቀን ነው ብለዋል። ወፊ ሃዛ ልሐዲስ እዚህ ሐዲስ ውስጥ ምን አለ? ኢሻራ ምልከታ አለ እዚህ ሐዲስ ውስጥ ኢለ እስትሕባቢ ስያም ልአያም አለቲ ተተጀደዱ ፊሃ ኒዓሙ ላህ ተዓላ ዓላ ዒባድህ። የአላህ ኒዕማው ጸጋዎች ለባሪያዎች በሚታደሱላቸው ጊዜ፣ ባሪያዎች ኒዕማን በሚያገኙበት ጊዜ ያንን ቀን ኒዕማ ያገኙበትን ቀን በጾም ማሳለፍ የተወደደ እንደሆነ ወኢነ ሚን አዕዘሚ ኒዓሚ ከጸጋዎች ሁሉ ከትልልቅ ጸጋዎች መካከል አንዱ አለቲ አንዓመ አላሁ ቢሃ ዓለይና አላህ ለእኛ ከዋለው በእኛ ላይ ከዋለው ኒዕማዎች መካከል ከትልልቆቹ ውስጥ ኢዝሃረሁ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለመ ወቢዕሰተሁ ወኢርሳለሁ ኢለይና ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለእኛ ይፋ ማድረጉ ወደ እኛ እሳቸውን መላኩ ያ ከኒዕማዎች መካከል ከትልልቅ ጸጋዎች ውስጥ የሚመደብ ጸጋ ነው። ወደሊሉ ዛሊከ ማስረጃው ደግሞ የእሳቸው ወደ እኛ መላክና መምጣት ትልቅ ኒዕማ እንደሆነ ማስረጃው ሚን ቀውሊሂ ተዓላ ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ንግግር የምንወስደው ነው። ምን ከሚለው لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم سورة آل عمران لي بمتوس السارة التنية آية لي الله من آله لقد من الله على المؤمنين الله سبحانه وتعالى كبر قد لمؤمنوك نعمان سجان وعلى الله إيه أي من عظيم امتن عليهم أي أنعم عليهم بنعمة عظيمة أجيك تلك ولتان نعمان ولا الله جواب عربين يوم دب بلنك تملكتن لقد هي توكيد ما درجة لا مراسوا لا متأكيد تبارلج وهم لا متوكيد تبارلج ما تبكى يهونج قال لك نقروا أكبدا متقرد بيت እንደገና ደግሞ ቀድ የምትለዋን ቃልን ካየን ደግሞ ተሕቂቅን ትሰጣለች፣ ታስይዛለች፣ ያንን ነገር ማረጋገጥን ማለት ነው። ላሟ ላሙ ተውኪድ ትባላለች። ቀድ የምትለዋ ደግሞ ሊተሕቂቅ ትባላለች፣ ያንን ነገር ለማረጋገጥ የምትመጣ። በዚህ መልኩ አላህ አጥብቆ ነገረው። لقد من الله على المؤمنين الله تعالى كبرت مؤمنوش لا يتلك ولتان والا لمؤمنوش تلك سلطان ستاتشو مجي إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم كان نسو يهونا رسولا يلا كان لا تجزي على الله سبحانه وتعالى كان نسو يهونا رسولا መልእክተኛን ወደ እነሱ የላከላቸው ጊዜ አላሁ ተዓላ በእርግጥ ለሙእሚኖች ትልቅ የሆነን ውለታ ዋለላቸው። ስለዚህ የነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ወደ እኛ መምጣት ሚን አዕዘም ኒዓም ነው፣ ከኒዕማዎች ውስጥ ከትልልቆች ውስጥ የሚመደብ ኒዕማ ነው። ያ ረሱለላህ قال الحافظ السيوطي في رسالته الحافظ السيوطي حسن المقصد في عمل المولد بتبعه رسالة شولي منالو وقد استخرج له أي المولد إمام الحفاظ أبو الفضل أحمد بن حجر أسلم من السنة واستخرجت له أنا
أصلا ثانيا هيكو يا علماء وشو نذكرنا يترلك وشو يا أكابر وشو نذكرنا منالو الحافظ السيوطي وقد استخرج له مالو لما ولدكم بأرقتم مرجان وصلوا لثالة وطفوا لثالة من إمام الحفاظ يا حفاظ حفاظ مالت قرآن يشمل دلو مالت إنما قرآن يشمل دوال كزيا ملايبا تام يلاك بتام تلك معلوم بعلماء جزن لكلي حافظ نوكالو بشيوج مكتروا حديث وجن بشيوج مكتروا حديث وجن كنا سنداتشو كنا زقابياتشو زقابياتشو سيبار رواه البخاري يهم عن سوتشو إنما اسك نبي عليه الصلاة والسلام اسك درس الرسي اللون كراف جمرو اسك نبي عليه الصلاة والسلام اسك درس اللون سوتشن كنا معنا نتاتشو نيل كري نقرن كري نمو كري نقرن كريك كري نسمع كريك كري سمع يالا أسر أسر أمس ويش بيون جلال ميت تقصون أنت حديثنا يعني نسك نبي عليه الصلاة والسلام على رسول يمشي مدد ينزي يعني حديث زقابي وچن معنا يعني سووچن حالة چون تمر ياتنا في قانو دكامانو حافظنا عدلنا ماشي كريكا كريكا تقنعين طالو ويسال تقنعين يعني هنا بدن ما تقتون بيوك سلا حديث تنكوك بتقام تلقي هنا وقتنا يسفى معرفة يا الله شو سويت حافظ وجمع حفاظ النزي من لا تولى مجتهدون في الحديث وحديث بدنا مجتهدون في النزول صحيح الحديث كضعيف يملي تقرأ لبت الحديث كتقرأ حديث ليثه يميوت يملي بت وقت الله سطاتشو عندنا إمام البخاري عندنا إمام مسلم عندنا أبو داود عندنا ترمذي النسائي ابن ماجه إمام البيهقي يمس السرد عندنا إمام البيهقي نستنى بركة استوصاته كسبات حفاظوك علماءوك كتسمى مباتشو مع عدل النساتشو كتسمى مباتشو سبات حفاظوك معاكل أنو ناتشو لتكسر النسي بتقام تلك علم درجة مباراتشو ناتشو الإمام السيوطي ابن حجر يقول الله من يبنى استخرج له أي المولدي لمولدك من جن وصلوا لثال ما سرجان وصلوا لثال من إمام الحفاظ يحفاظك إمام لبوس أبو الفضل أحمد بن حجر أي العسقلاني أبو الفضل أحمد بن حجر أي تبارك حافظ مسألة مرجان كحديث أو تطولة على يتنيا ولو يا أو تطولة مرجان كتب تكسر عشرة أن كم أي بروش سوما يتو نبي عليه الصلاة والسلام ساتشو سوما وصحابة ساتشو ما ساتشو هي لموري أصلا من أهل سيوطي رحمه الله تعالى قلت له أنا أصلا ثانيا الحافظ ابن حجر أصلا من السنة كسنة كحديث من رجان وسلوا لتعلم أني لقوا لينا من رجان نبات من شلة الله مولي يمي بكا يتفكر أن أقرم دهنا لينا ما سرجان كحديث أقن شلة الله أو تشلة الله إذن يونا ويساتشو من رجان ولو يوصل النبي عليه الصلاة والسلام ذاك يوم ولدت فيه بلو سنون كان يثول ربط كان مهمتك وماتشو مهم مولدن أهم من نار ذو من كل مسرات لا فقود النتو لما فقدوا مسرات جانا ولا علماء جسمنا قو عامة الناس تراو حزب المسلم من يتبقى البتال الاستماع ما دامت لهم من يتبقى البتال لما أقوى قبطوا فتفة جلا أيجال ما أفضلت أيجال عامة الناس علماء جسمنا قو عندنا الحافظ السيوطي قال له
እንደነ አልሐፊዝ ኢብኑ ሐጀር አልዓስቀላኒ ያሉ ሁሉችም ወደፊት እንጠቅሳቸዋለን። እነዚህ ትልልቆቹ ሙፍቲዎቹ፣ ፈትዋ ሰጪዎቹ፣ ሙጅተሂዶቹ ሲናገሩ ተራው ህዝብ ሙስሊም እንደሚጠበቅበት ማዳመጥና የነሱ ፈትዋ ይዞ መስራት እንጂ እኔ ትንሽ ሐዲስ አውቃለሁና ሁሉ ቢድዓ ወላላ የምትለዋን ሐዲስ አውቃታለሁና ብሎ እጁን ሊፈተፍት ካስገባ ይህ ሰውዬ ምንድን ነው የሚሆነው? ያለ ሙያው እንደገባ ሰው ነው፣ ያለ እውቀቱ ያለ ብቃቱ እንደገባ ሰው ነው የሚሆነው። እንዲህ አይነቱ ሰውን ዳር ያዝና ተቀመጥ ነው የሚባለው። አንተ ለስተ አህል ልተከሉም፣ አንተ ለመናገር አህል አይደለህም፣ ብቁ አይደለህም፣ ዒልሙ የለህም። ስለ ምህንድስና ማውራት ያለባቸው እነማን ናቸው? መሀንዲሶች ናቸው። ስለ ጢብ ወይም ደግሞ ስለ ጤና ጉዳይ፣ ስለ ሕክምና ጉዳይ ማውራት ያለባቸው እነማን ናቸው? ዶክተሮቹ አይደል? የጤና ባለሙያዎቹ ሁሉም ተኸሱስ አለው። ሁሉም ኢትቃን የሚያደርገው የራሱ የሆነ ሙያ ሊኖረው ይችላል። አንተ ነጋዴ ከሆንክ ስለ ንግድህ ይሄኛው ዕቃ ቢሸጥና ቢገዛ ያተርፋል ብለህ ልትናገር ትችላለህ። በዑለማዎቹ ስራ ገብተህ ግን እኔም እስኪ እጅ ላስገባ የምትል ከሆነ ትከስራለህ፣ ትዋረዳለህ። ያለ ቦታ ነው እንደምትገባው። ስለዚህ ዒልምን ለዑለማዎቹ ፈትዋን ለሙፍቲዎቹ መተው ነው። እኛ የሚጠበቅብን ሰምተን መስራት ብቻ። ዋዲህ። ለዚያ ነው ቅድም የነገርኳቸው ዑለማዎቹ ፈትዋ ሰጥተው ጨርሰዋል። የሐዲስን ምንጭ አግኝተውለታል። መውሊድ እንደሚበቃ መረጃ እንዳለው ከሐዲስ ወስደውለታል። አልሐፊዝ ስዩጢ አልሐፊዝ ኢብኑ ሐጀር ከሳቸው ፊት አልሐፊዝ ኢብኑ ሐጀር አልዓስቀላኒ ከኢብኑ ሐጀር በፊት የነበሩ ከስዩጢ በፊት የነበሩ ዓሊም ናቸው። በተወሰነ በ852 ሂጅራ አካባቢ ነው ያረፉት እኛኛው፣ እኝኛው ደግሞ በ911 ሂጅራ ላይ ያረፉት። የተወሰነ ልዩነት አላቸው። ስለዚህ ዑለማዎቹ የጨረሱ ጉዳይ ነው። አልሐፊዝ ኢብኑ ሐጀር አልዓስቀላኒ መቼ ነበሩ ቢባል የዛሬ 600 ዓመት ገደማ፣ የዛሬ 600 ዓመት 600 ምናምን ዓመት ያን የነበሩ ዓሊም ናቸው። ጉዳዩን ፈትዋ ሰጥተውበት ያለፉ ናቸው ማለት ነው። አልመውሊዱ ሱነቱን ሐሰነቱን፣ መውሊድ መልካም የሆነ ሱና። ወአወሉ መን ዓሚለ ቢሂ ልሙስሊሙን፣ ልብ በሉ በዚህ ጉዳይ የሚነሳ ማምታቻ ስላለ መጀመሪያ መውሊድን የሰሩት ሙስሊሞች ናቸው። ወለይሰ ከማ ቂለ፣ አንዳንዶች እንደሚያሰራጩት ወሬ አይደለም። ኢነ አስለሁ ሁወ አነ ኡናሰን ካኑ የሕተፊሉነ ቢወፋቲሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። መውሊድ እኮ የተጀመረው የሆኑ መጥፎ ሰዎች ነቢዩ ሞቱልህም ብለው የሞቱበትን ቀን ሲያከብሩ ከእነሱ ተይዞ ከሆኑ ሰዎች ከዛ በኋላ መውሊድ ብለው ማክበር የጀመሩት እያሉ የማጥላያና ጥላሸት መከቢያ ወሬ የሚያወሩ ሰዎች አሉ። ወሃዛ ባጢል። ነገሮችን በመረጃ ነው ማየት ያለብናል። አሁን እንመጣበታለን። ፈቀድ ዘከረ አልሑፋዙ፣ ሑፋዞች ጠቅሰዋል። ወልዑለማኡ ሚን አስሓቢ ተዋሪኽ፣ እንዲሁም ደግሞ ታሪክን የጻፉ ዑለማዎች። አልሐምዱሊላህ ዲናችን ዝም ብሎ የተበታተነና መሰረት የለሽ ነገር አይደለም። ስለ ዲን ጉዳይ ስናወራ በመረጃ ነው የምናወራው። ስለ ዲን ጉዳይ ስናወራ በማስረጃ ይሄ ሐዲስ፣ አንዲት ሐዲስ ብንናገር ራዊ አለው አልሐምዱሊላህ፣ ዘጋቢ አለው። የዘገበው ሰው ከማን ነው የዘገብኩ ተብሎ ይጠየቃል። አጥብቀን የምንጠይቀው ጉዳይ ነው፣ ዲናዊ ጉዳይ ስለሆነ። ስለዚህ ታሪክን የጻፉ ሰዎች ከዑለማዎች መካከል ወገይሪህም፣ ከሙአሪኾች ሌላ ከታሪክ ጸሐፍት ሌሎችም ምን ብለዋል ጠቅሰዋል? አነ አወለ መን እስተሐደሰ ዓመለ ልመውሊድ ሁወ ልመሊኩ ልሙዘፈር፣ ለመጀመሪያ ጊዜ መውሊድን እኛ በምናከብርበት መልኩ ሰውን ሰብስበው ምግብን አዘጋጅተው ስለ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲራ ተነግሮ ሰውን አብልተው ተደስተው መሸኘት፣ በዚህ መልኩ ለመጀመሪያ ጊዜ መውሊድን ያከበሩት የጀመሩት አልመሊኩ ልሙዘፈር፣ አልሙዘፈር የተባሉት ዓሊም የሆኑት መሊክ ናቸው። አለዚ ካነ ያሕኩሙ ኢርቢል፣ ኢርቢል አገር የዒራቅ አንድ ትልቅ ግዛት ነች፣ ኢርቢል ትባላለች። የኢርቢል አገር አስተዳዳሪ ወይም ንጉሥ ነበሩ። ወሁወ ወሪዑን፣ እኚህ ደግሞ
الملك المظفر وريع نبرو بتام تمكوك سو الله نفري نبرو صالح صالح نبرو عالم علم نبراتو شجاع جغنا نبرو كان من الأبطال كأبطالك فالله من قال لي ديننا ما صففت فلفوا سووش ما أكل عنه لك الملك المظفر هو أول من استحدث هذا الأمر الساتشون أتشون لما جمّل أجزئيه ننسر أي جمّل ثم وافقه العلماء والفقهاء كذيب هذا علماء جلوش علماء يفقه لك أنت إهن الملكان أنك قد موارك الساتشون تقروا سراني جمّل كبلا وودوا تكبلوا ذلك حتى علماء غير بلده كساتشو أجر ليلا ينبرو علماء وجم ليلو تاجر رجلا ينبرو علماء وجم خبر درسواتشو ساتشو يسر مثلا أجر درسواتشو بدأم ترون أجر لو ملكا من أجر لو بلوال الذين لا يحكمون يعني ساتشو بزاتو استعلو تعرف لهم أن نجم إلى له أن يبصروا هنا فرتواتشو ولا بيا ورجلا كساتشو ساتشو يقرب إلى أجر نبوس ينبرو كان قصنا مجر علما تقوانا مع الله سبحانه وتعالى كساتشو أجر ليلا ينبر ويزو أجر وشلا ينبر ولا ما وشم الملك المظفر يسر تنسر عيته وملك من تكبرته ذكر ذلك الحافظ السيوطي في كتابه الأوائل نعم أن النجر من النجر ومن رجال ولا مولد نجم مبتكو اندي سووش ناتشو اندي ناتشو فاطمي يوش ناتشو يتبالا بيورا لغرا فاطمي يتبي يوش عبيدي يوش ناتشو يتبالا من الزاوري عنه نا مدفوع سووش ناتشو ناي جمروت سلذي سراو مدفوع ولا مالثنا وشت فاطمي يوش عرل مي جمروت مولد يجمروت ان يكثر لك الله انفري تقي اللي هو دمو صالح ينبرو نبوس الملك المظفر ناتشو يهن ما انتقى سوك تبالا الحافظ السيوطي الأوائل بثواره كتابات جولتك سوطة ذكر ذلك الحافظ السيوطي في كتابه الأوائل الأوائل يثبال كتابات جولتك الحافظ السيوطي ذكبوا أستاذ شو بيتشام مرمي الحافظ ابن كثير البداية لا يتقصوته للوجه ولا زال المسلمون على ذلك منذ 800 سنة مسلمون تشوفات شو بجمل وتملكو قد لوال لا 800 عامات يحكم ساتشو كجمروا 800 عامات الف علماء كله يايوت هي ما تقولوا نغير نو يالو يتكبروا حتى الان اسكان درس العلماء فاي امر استحسنه علماء امه محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أمة علماء أوتي تسمى مبت ما من يوم نقر وأجمعوا عليه استحسنوه أي ملكا من أبلو يا يوتنا وأجمعوا عليه يقد أمبت ما من يوم نقر فهو حسن ملكا من أبلو لمن علماء أوتي مبت لنا وأي شيء استقبحه علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو قبيح يا نبي صلى الله عليه وسلم أمتك مدفونا وأسنوارينا وأسك أيامنا ولو يقدت أمبت ما نمي يوم نقر لكم قبيح لكم يا نقر مدفون تبلو يفرد ومعلوم أن علماء الأمة لا يجتمعون على ضلالة يتعوق أنا ونقبل أن علماء الأمة يزي أمة علماء لا يجتمعون على ضلالة بتأمة لي أيسمع بتساسعة نقر لي أيقدم كلهم أيساسعة بعن لي الله تعالى إهن الأمة تنبقون كلهم بعن لي بستة لي إن أيقدمنا ستة نقر أعوة كلنا ولا إن أيسمع مبت إن أيقدم مبت الله تنبقون إن ملكته حديثنا لحديث إن أمتي لا تجتمع على ضلالة رواه ابن ماجه في سننه نبي صلى الله عليه وسلم قال يلي أمتكو بد أمت لي أيسما ما يقدم أمم ولك نقر لي باطل نقر لي بعند لي يقدم
ስህተቱን ትክክል ነው ብለው አንድ ላይ አይገጥሙም፣ አይስማሙም። መውሊድን ማክበር አላህ የሚጠላው መጥፎ ስራ ቢሆን ኖሮ እውነት አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ከጥመት ቢድዓዎች ውስጥ አንዱ ቢሆን ኖሮ ከሐራም ስራዎች መካከል አንዱ ቢሆን ኖሮ ኡማው በዚህ ጉዳይ ላይ አይገጥምም ነበር። ከስምንት መቶ ዓመት በላይ ያለፉ በሺ የሚቆጠሩ ዑለማዎች መውሊድን እያዩት እየወደዱት እያጸደቁት ነው እኛ ጋር የደረሰው። ፈሊላሂ ልሐምድ። ይህ ሁላ መቶ ዓመታት ሲቆጠር ዑለማዎቹ ያለምንም ኺላፍ ሙዕተበር የሆነ ኺላፍ ሳይኖር ማንም የሚያወግዘው ሰው ሳይኖር እነዚያ ዑለማዎቹ እየሰሩትና እየፈቀዱት እኛ ጋር ደርሷል። ነዓም ከጥቂት ጊዜ ወዲህ አይ ክልክል ነው፣ ቢድዓ ነው፣ መጥፎ ነው፣ ሐራም ነው፣ እንዲህ ነው እስከ ሽርክ ላይ ያደረሱ ሰዎች አሉ። እንዲህ ያሉ ሰዎች ብቅ ብቅ ቢሉ የእነሱ ኺላፍ ምን ላይ ሰሙ ተበራ ዋዲህ ቦታ የሚሰጠውና ዒብራ የሚሰጠው አይደለም። ለምንድን ነው ሲባል ነገሩ ከሸሪዓ ጋር የሚገጥም ከሐዲስ ጋር የሚስማማ ቁርአንን የማይጻረር ዑለማዎች የተስማሙበት መልካም ስራ ነውና አንዱ ተነስቶ አወግዘዋለሁ ቢል ንግግሩ ተቀባይነት አይኖርም። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የኔ ኡመቶች በመጥፎ ላይ በጥመት ላይ አይስማሙም ብለዋል። እስካሁን የመጣው እስኪ ሀገራችን ላይ ከዛሬ 30ና 40 ዓመት በፊት የነበሩ መሻይኾቻችን ዑለማዎቻችን ከእነሱ ውስጥ አንድ ሰው መውሊድን በመጥፎ የሚያነሳ ሰው ነበረ? የለም። እነሱ ወደ ኋላ ተመለሰ። የዛሬ 100 ዓመት 150 ዓመት ወደ ኋላ ብንመለስ እውነት ታሪክን የምናውቅ ከሆነ ሐበሻ ላይ የነበረ ያለ ዑለማ በጠቅላላ ያን ጊዜ የነበረው ሁሉ አንድም ሰው መውሊድን ሳያወግዝ ከዛሬ 30 ዓመትና 40 ዓመት በፊት አንዳንድ ሰዎች ብቅ ብቅ ብለው አንዳንድ ወጣቶች ሑደሳኡል አስናን እድሜያቸው ትንንሽ የሆኑ እንዲሁም ደግሞ ዱዓፋኡል አሕላም ፈህማቸው በጣም ያነሰና የመረዳት ችሎታቸው ደካማ የሆኑ ሰዎች ናቸው ብቅ ብቅ ብለው ያንን ነገር ለማውገዝ የሞከሩት እንጂ ዑለማ እስካሁን አያወግዝም። እስካሁን ለምንድን ነው ከተባለ እነዚያ ትልልቆቹ አካባቢዎቹ ጨርሰውት ያለፈው ጉዳይ ስለሆነ ፈትዋ ተሰጥቶበት። አንድ ነገር እኮ ሐራም ነው ተብሎ ፈትዋ ከተሰጠበት በኋላ ዓሊሞች በትክክል አይተውት ሐራም ነው ብሎ ፈትዋ ከሰጡ በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው ትውልድ ያንን ነገር ሐላል ነው ብሎ ፈትዋ አይሰጥም። ለምን ደግሞ ታውቃላችሁ? ጉዳዩን ዑለማ ኢጅማዕ አድርጎበታል። ኢጅማዕ የተደረገበት ነገር ደግሞ ማስረጃ ነው። መስማማታቸው ራሱ አንድ ማስረጃ ነው። ከምን የተወሰደ ማስረጃ? ከነቢዩ ንግግር ላ ተጅተሚዑ ኡመቲ ዓላ ደላል፣ የኔ ህዝቦች ያኒ ዑለማዎቹ በጥመት ላይ በአንድ ላይ አይገጥሙም ብለዋል። ይህንን ኢብኑ ማጃ በሱናቸው ላይ ጠቅሰውታል። ቀጥሎ የሚነሳው ነጥብ አልመውሊዱ ሱነቱን ሐሰና፣ መውሊድ መልካም የሆነ ሱና ነው፣ መልካም ጅማሩ ነው። ወላ ዩቃሉ አንሁ ለው ካነ ኸይረን ለደለ ረሱሉ ኡመተሁ ዓለይህ። አንዳንዶች እንደሚሉት ኸይር ቢሆን ኖሮ ነቢያችን ዓለይህ ሰላቱ ወሰላም ኡመታቸውን አያመላክቱም ነበረ የሚለው ነገር አይቀርብበትም። መውሊድ ላይ ነቢዩ ዓለይህ ሰላቱ ወሰላም መውሊድን አመላክተዋል ይባል? አዎ አመላክተዋል። ግን የሚገባው አላህ ልቡን የከፈተለት ሰው፣ አላህ ያሳወቀው ሰው። ቅድም የጠቀስነው የእብኑ ሐጀር ንግግር፣ ቀጥሎም የጠቀስነው የሱዩጢ ንግግር ከነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ሐዲስ ወስደው ذاك يوم ولدت فيه بلو نبي عملك توالي ياسين مولداته يملكته حتى نعظم يوم مولده صلى الله عليه وسلم يولداته كان عندنا كبرنا عندنا لكو نبي يملكته خير بيوم نور نبي أكبر عير نبر ويوسف وجه للنسو ملسامنا الذي لا يتكسر فجمع المصحف ቁርአንን መሰብሰብ በአንድ ጥራዝ መሰብሰብ ወነቅጡሁ ነጠብጣብን ማድረግ ወተሽኪሉሁ ፈትሐና ከስራን ማድረግ ዓመሉ ኸይር መልካም ስራ አይደለም? መልካም ስራ ነው።
مع أنه صلى الله عليه وسلم ما نص عليه ولا عمله. نبينا عليه الصلاة والسلام نتبطل على ربولة نجيب ألان فتحات صلاة ربولة نجيب لو بقل سألتنا قرب. مع ذلك كساتشو مهاني تسلمان قرب ومسال له ملكا مولا مسلم ليلا بالمولة تكسر يجمع عقل مدرجو يمجمع مريء أذان ملك أم نكر منه ويسلمه ملك أم نكر إلى ملك أم نكر ثواب يعلو نكر أجر يسقى نكر. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأصحابه أذنوا يوم الجمعة أذانين لصلاة الجمعة على النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة تشجعوا يجمع عقل ملا تأذن على الجمعة جمعة صلاة أن يوم من برلاك مطاط وفيت إمام ولد أن يوم دمو من برلاك وطابوا على بلوى على روح يزين نجر ملكا من نتنا خير النت قدبوا نبي عليه الصلاة والسلام بتصريح بقلت ولد أذان على ربوع على ما لتعرف يا مجمع اليوم أذان ملكا من نت يفكوا أي فكوا وريلو تشبير تشلال ريلو تشبير لتراوح يا ربوث ريلو تشبير النزيه نغرو تشلو بملك امنتاچو ومزو تقبلواچو منن منكون نبي عليه الصلاه والسلام بقلت هي النسلو لو بقال قال بقال ما يسكنت. فهؤلاء الذين يمنعون عمل المولد مولد مسرات ميكلكلو سبوچ النزيه مولد ما اكبر ميكلكلو بدعوى انه لو كان خيرا لمن موقتنا من يموقته خيركم بهم نورو لدلنا الرسول عليه بمسوط النبي عليه الصلاة والسلام يا ملاكة النبر مروا وهم أنفسهم يشتغلون في تشكيل المصحف وتنقيطه أن سورة ساتشو قرآن لنا تبطأ بن يسكن متألو لقرآن فتحنا كسراء مادرق الله تتعملوا ريسراء قرآن سياتم حركات وجب نتبطأ وجب تبقوا المصفوط يقعون في أحد أمرين كولت نغروش عن لينو بالبيوت. فإما أن يقولوا وإن بما نتبك الباتشوال إن نقط المصحف وتشكيله ليس عمل خير لأن الرسول ما فعله قرآن لا يتبطى ما أدركنا فتحة كسرى ما أدرك تروس رأينا من مكنية النبي على فعلهم بيرونا وإن بيرونا ولم يدل الأمة عليه أمة لم أرغب له على ملاكته يعني إن سلزيه نجر ملك إسرائيل لم يريدون لو لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام يعني النبي أبا يسأل سلوت منا ومع ذلك نحن نعمله عند الزام بهون مكوان إن ينصر والذي يقول عند نيو إيه كولة نجر عند من يوت عند نيو قرآن لن يتبطى من مارك فتحة سران مادرك رسول عليه الصلاة والسلام على سلوتهم ولم يدل الأمة عليه أمة تشاتهم سبب له ألام ملاكته ومع ذلك نحن نعمله بيون ممكن أن ينصر ولا ما لازم وإن لكم وإما أن يقولوا ولدتني ولم يميلوا نجر إن نقط المصحف وتشكيله عمل خير قرآن لن يتبطى ما ذلكنا فتحة كسرى ما رقم الكام سرانه لو لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم نبي بايسر تمكوان ولم يدل الأمة عليه أمة تشاتشون أربط بلو بازو مكوان بام ملاكتو لذلك نحن نعمل ملكا من قرنمنا كقرآن قال سكال تقاج كحديث قال سكال تقاج الرس انسرا واللمر وسرطا كولا تعمل وي تروسنا إلى اللم نبي ما لم ملاكتو منا آل سرطا منا أن يقل إنسر والنبي يسرطنا ويلكم ملكا مسرانا من المنقوان النبي عليه الصلاة والسلام قال بقال ما يزول سيسا قد باي الطيب عارف بايرو نقر قد ترون أمنا أنسر والنبي لمن رسول عليه الصلاة والسلام بتكبار سرطوا يا سيدنا نقروا تشال عندنا لقوا ونفيت مماتوا ملكا مسرانا وحكمنا እሳቸው ካስቀመጧቸው ቀዋዒዶች ጋር የዲን መመሪያዎች ጋር የሚገጥሙ መልካም ነገሮችም እንዳሉ አመልክተው ይሄ ነው። የግድ ሁሉም ነገር ቃል በቃል ይጠቀስ ማለት አይደለም። وفي كلا الحالين نعقب انفسهم ولتم هنيثا لي
ራሳቸውን የተገጫጩ ይሆናሉ ማለት ነው። በሁለቱ መሃል ላይ በዚህም ቢሉ ከራሳቸው ጋር ተናቆት ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ለዛሬ ኢንሻአላህ እዚህ ላይ እናቆምና በነገው ደርሳችን ላይ ደግሞ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያላዘዙትን ነገር እንዴት እንሰራለን፣ አላሁ ተዓላ መልእክተኛው ያዘዛችሁን ያዙ ብሎናል፣ የከለከላችሁን ተከልከሉ ብሏል እና ምን ማድረግ አለብን እንዲህ ከተባለ ደግሞ መልሱ ምንድን ነው የሚለው ኢንሻአላህ በነገው ደርሳችን ላይ የምናየው ይሆናል። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ሰምተው የምንጠቀሙት ያድርገን። መውሊዱን የተባረከ መውሊድ አላህ ያድርግልን። ዒድ መውሊድ ደግሞ አላህ ይስጠን። ልባችን ሸሪሕ አላህ ያድርግልን። ጥሩ የሆነ ግንዛቤና ፋህምንም አላህ ይረዝቀን። ወሰለላሁ ዓላ ሰይዲና ሙሐመድ ወዓላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለም። ወልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን።